نظمت جوقة مدارس بطريركية الروم الأرثوذكس في كنيسة الصعود الإلهي خلدة أمسية بعنوان نحو الجلجلة. حضر الأمسية التي رعاها سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس عدد من الآباء الكهنة والشمامسة والدكتورة ريم زريقات مديرة إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والسيدة لين مدنات مديرة عام مدارس البطريركية ومديرات ومدراء المدارس والكوادر التربوية والإدارية وحشد من الضيوف وأولياء الأمور وأبناء الرعية. وبهذه المناسبة عبر سيادته عن شكره للطلبة وللقائمين على هذا العمل الذي يسهم في نشر المحبة والسلام. من جانبها تحدثت السيدة مدنات عن رحلة تأسيس جوقة التراتيل وكورال المدارس والفرقة الموسيقية، كما أثنت على العلاقة الطيبة بين الكنيسة والمدرسة، وقدمت شكرها كذلك للطلبة ولكل من ساهم في إنجاح هذه الأمسية. سهل الخطوات حسب قولك ولا يتسلط علي كل إثم.